إذا تأملنا في هذه السورة نجد أن قصص الأنبياء عموما ما تنتهي بعاقبة الأقوام الذين كذبوهم، إلا أن هذه السورة تختلف في بدايتها وفي منتهاها كما ذكرت في بداية هذا اللقاء. بدأت بتلك الرؤيا ثم انتهت بوصول يوسف عليه الصلاة والسلام إلى منصة الحكم، وعندما جاء إخوته عندما جاءه إخوته وأبوه كذلك. وهذه القصة أيها الإخوة قبل أن ندخل في هذه الوقفات جاءت ولتؤكد حقائق عظيمة. الأولى أن هذه السورة تؤكد أن تدبير الله سبحانه وتعالى غالب على الإنسان، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقضاء الله سبحانه وتعالى وتدبيره للإنسان خير من تدبير المرء لنفسه، ولا يعلم الإنسان أين هي الخيرية له، هل هو في نزول البلاء عليه أم في حضور الخير له. وسوف نتوقف بإذن الله تعالى عند هذا الموضوع في وقفات عدة. الأمر الآخر أن هذه القصة بحبكتها وشخصياتها وسردها جاءت تحقق أن الملك لله سبحانه وتعالى وأن العبودية الحق لله عز وجل. فيها آيات عظيمة، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. من وقف عند هذه السورة وتأملها ونظر فيها يعلم يقينا بأن الحكم والتدبير لله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكم نادى يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه السورة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والخضوع له. وأيضا هذه الآية كما ذكر جاءت لترسخ حقيقة التوحيد لله سبحانه وتعالى. مع هذا كله نجد أنه في آخر السورة يقول الله سبحانه وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عنها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الحقيقة التي ذكر الله سبحانه وتعالى في نهاية السورة عندما أجمل ربنا عز وجل الآيات والحكم والمواعظ من هذه السورة الجليلة يؤكد حقيقة أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأن الآيات لا يراها إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له الهداية. مع هذه العبر وهذه المواعظ التي يمر عليها قارئ سورة يوسف ثم يقول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه حقيقة وهذا أمر لا بد أن ينتبه له الإنسان، أن يكون قلبه متيقظا حاضرا أن يرى هذه الآيات التي تتجلى أمامه. والله سبحانه وتعالى يقول سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق. فالمسلم الذي لا يرى الآيات تتجلى أمامه على عظمها ولا تعد ولا تحصى هو في حالة خطيرة وفي أزمة قلبية تودي بإيمانه وبعمله. فعلى الإنسان أن يكون قلبه متيقظا حاضرا لكي يستشعر هذه الآيات العظيمة التي يبثها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون العظيم.